بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في مناظرة النبي صلى الله عليه وآله مع طوائف من أهل الكتاب وغيرهم، ونمهد لبيان تكملة الرواية الشريفة واحتجاج رسول الله بأمور. الأمر الأول أنه هناك وحدة الملاك، وهناك تنقيح المناط القطعي، وقسم ثالث يسمى بالقياس، وقسم رابع يسمى بدليل الفحوى. هناك فرق بين هذه الأقسام، يعني لنا تنقيح المناط. تنقيح المناط قد يكون منصوص العلة وقد لا يكون منصوص العلة، بأن نقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فالعلة منصوصة، وننقح المناط القطعي فكل مسكر يكون حراما شربه، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. وتارة تنقيح المناط لا يكون من منصوص العلة، وإنما نصل عقلا إلى تلك العلة. فهنا إن كانت العلة علة حقيقية فالمعلول يدور مدار العلة، وإلا فلا يمكن إسراء حكم من جزئي إلى جزئي آخر. هذا هو القياس، يعني لو أردنا أن نسري الحكمة من حرمة الجرية مثلا إلى حرمة بعض أصناف السمك، أو من حلية بعض أصناف السمك إلى حلية بعض الأصناف الأخرى، يعني إسراء حكم من جزئي إلى جزئي آخر بدون وجود جامع، بدون وجود علة، هذا قياس، والقياس محرم في الشريعة الإسلامية. أما الملاك فيكون بإلغاء الخصوصية العرفية، يعني تارة العرف لا يرى خصوصية. لو ورد في بعض الروايات على الرجل أن يصلي صلاة الليل مثلا، هل هناك خصوصية للرجل بما هو رجل، أو المقصود على المرء أن يصلي صلاة الليل؟ المقصود على المرء. لو نزلت الآية وقالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهل المقصود ماء الماء الذي نزل من السماء المطر لأهل بدر في تلك القضية المعروفة المذكورة في كتب التفسير، ذاك الماء هو الطاهر، أم كل ماء مطر فهو طاهر وطهور؟ العرف يلغي الخصوصية، يعني يرى أن هذه الخصوصيات ملغية. كذلك دليل الفحوى أو الأولوية، لو قال المولى عز وجل ولا تقل لهما أف، نرى بأن ضربهما والعياذ بالله هذا محرم قطعا، ومن نفس هذه الآية الحرمة تظهر. يعني لا تقل لهما أف، شنو معنى لا تقل لهما أف؟ يعني بطريق أو لا وبدليل الفحوى لا تضربهما. طبعا هنا أكو رأي أنه هل الأولوية هي قطع، والقطع حجة وحجيته ذاتية، أم الأولوية لأنها من الطرق المحاورات؟ يعني العرف في حواره عندما يقول لا تقل لها ما أف، شنو يفهم؟ يفهم أنه دا يذكر الأدنى. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تمثلوا بالكلب العقور، ما الذي يفهمه العرف؟ فكيف بغير الكلب العقور؟
الكلب العقور المؤذي لا تمثل به، فكيف بغيره؟ فكيف بإنسان محترم الدم؟ هذا يعني العرف هكذا في المحاورات، يرى أننا ذكرنا الفرد الأدنى فيقول الفرد الأعلى قطعا يشمله الحكم، أو نقول بأن الظاهر كذلك، يعني الظاهر العرف يفر يوسع هذا الظاهر، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، العرف يشوف هذا الظاهر يعني ولا تضربهما ولا تطردهما من البيت، هذا معنى ولا تقتلهما، هو هذا الظاهر من اللفظ نفسه. فهناك الملاك في الأولوية تختلف. في هذه الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله يستند في إفحام اليهود الذين قالوا بأن عزيرا ابن الله يفحمهم بماذا؟ بالأولوية، أنه إن كان عزير ابن الله فبطريق أولى يجب أن يكون موسى ابنا لله عز وجل، وأنتم متى تلزمون بذلك؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من الاستدلالات المنطقية ومن طرق بيان الحجة السبر والتقسيم. السبر والتقسيم أمر عقلي، يعني أنتوا تذكرون مجموعة من الأوصاف تحتملون مدخلية هذه الأوصاف في الحكم، يعني الخمر محرمة، واحد ما يدري هل العلة للحرمة السكر، هل العلة احتمال، هل العلة لأن الخمر مصنوع من ماء العنب، هل العلة اجتماع السكر وماء العنب، يعني واحد يحصر احتمال العلة ويحصر الوصف في أمور مرددة، هذا بمعنى التقسيم. أما السابر فنرى بأن أي واحد من الأوصاف تصلح للعلية. رسول الله صلى الله عليه وآله في طبعا في آيات مختلفة أكو ضابطة السبر والتقسيم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهذه القضية تتشكل من مقدمتين ونتيجة، والمقدمة من شقين، يعني إنا أو إياكم لعلى هدى، المقدمة الثانية ماذا؟ نحن على هدى، والنتيجة أنتم لستوا على هدى، لستم على هدى. نحن أو المقدمة الثانية نحن لسنا على ضلال، النتيجة إذن أنتم على ضلال. يعني واحد يجيب المحتملات كلها وينفي محتمل محتمل وما يبقى إلا المحتمل الأخير، العقل ده يحصر المحتملات في ثلاثة، نفيتم المحتمل الأول ثم الثاني فيبقى المحتمل الثالث، وهذا في الاحتجاج جدا مهم. يعني أنت إذا من اللحظة الأولى تجي تنكر دليلة يمكن ما يرضى، ولكن أنت تجي بالسبر والتقسيم تبين بطلان دليله، أنه ما مقصودك أنكم تقولون عزيرا ابن الله، ما الذي تقصدونه؟ هل تقصدون أنه ابن بالولادة، يعني كأنما الله عز وجل والعياذ بالله تزوج وله زوجة فأنجبا فهم يقولون كلا، هذا كفر، هذا ما نقبل به، فما يبقى أمر آخر إلا ابن بالكرامة، يعني هذا كأنما شرف، فد موقف شرفي، فالله عز وجل مثل ما فد واحد غريب يقول فلان ابني، مثلا مرجع تقليد يقول فلان ابني مع أنه لا نسب بينه وبينه، هذا تشريف له، الله عز وجل عندما يقول بيتي الكعبة المشرفة هذا تشريف بالبيت، والله الله ما عد بيت، ما عد مكان حتى يكون له بيت فوق الزمان والمكان. فرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا بالسبر والتقسيم يفحمه اليهود، وكذلك يفحم النصارى، لأنه يجرهم عندما ينفون الشق الأول، ينفون الشق الثاني ما يبقى إلا الاعتراف في الشق الثالث، بعد ما يقدر يرجع لأنه هو نفى الشق الأول، لأن لوضوح بطلان الشق الأول. في آيات متعددة مثلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وهو يقول إحنا اللي ما نزرعنا، فإذن ماكو غير الله اللي يزرع. مختلف الآيات موجود فيها موجود قضية
السبر والتقسيم. هذا الموضوع الثاني. النقطة الثالثة أنه يجب أن يدخل الإنسان في الحوار بقلب منفتح، حقيقة جاي يدلي برأيه ويستمع الرأي الآخر، مو أنه يأتي وهو مقرر على عدم الاستماع وعلى عدم القبول. الذين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أو أولئك نعم هم أولو الألباب. يستمعون، هناك فرق بين السماع والاستماع. السماع يعني هذا الكيف المسموع، الأصوات تأتي إلى أذنك، هذا السماع، ما تطلي قلبك، ما تفكر، ما تتأمل في المعنى. لذلك العلماء في الفقه أيضا يفرقون بين السماع والاستماع. إذا واحد قاعد في باص والباص مشغل مثلا موسيقى محرمة وما أقدر أنزل في صحراء وما يستمع إلي، هو ما يستمع لي، أنصحه أنهى عن المنكر ما يستمع. يقولون السماع غير محرم، الاستماع محرم، يعني تطي قلبك تسمع شنو هذا الغناء، شنو مفهومه، تتفاعل وياه نفسيا أم لا، تصرف بالك أصلا. كثير من الأحيان واحد عندما يصرف باله حقيقة ما يفهم أصلا، يعني كأنما فكرة ينشغل بأمر آخر. ففي الآية المباركة الذين يستمعون، يعني استمع القول، تأمل في القول، أولو الألباب من علائمهم، أصحاب العقول من علائمهم أنهم يستمعون القول. يستمع ذاك شنو رأيه؟ يمكن أنا المخطئ حقيقة. مو علماءنا كثير من الأحيان في الكتب العلمية مع أن النتيجة مع فلان العالم نتيجة واحدة، كلاهما يثبتان وجوبة مثلا صلاة الكسوف، ولكن الأدلة يناقشون فيها. أنا أقول هذا الدليل اللي أنت ذكرته غير تام، هناك دليل آخر على نفس النتيجة يناقشون الأدلة. فيمكن أن تكون طريقتي طريقة مو صحيحة، أنا أستمع للقول الآخر، أستمع وقد يكون على حق وقد أكون مخطئاً. فالمهم عندما يدخل الإنسان في أي حوار في أي احتجاج أن يدخل بدون نية مسبقة على نفي كل ما يقوله، لأنه يمكن بعض ما يقوله حق، فهكذا يمكن أن يستمع بدون نية مسبقة ويستمع فيتبع أحسنه. طبعا في الروايات بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة روايات متعددة، يسأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام عن الآية فيقول هم المسلمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه وجاءوا به كما سمعوه. وهذا بيان للمصداق، يعني ما لا ينقص ولا يزيد في الحديث، وإنما يذكر الحديث كما هو هو، يعني ما ينقص ولا يزيد فيه حسب ما يشتهيه، يعني كأنما يجي أول الحديث بما يريده، هذا باطل. طبعا في حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق، هو الرجل يسمع الحديث، هذا بعد مطلق، أي حديث، فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص. بالنتيجة المهم أن يجعل الإنسان الإنصاف إمامه وأمامه، أن يكون منصف البحث. إذا كان منصف البحث فيمكن أن يؤثر ويمكن أن يتأثر بالحق أيضا، أما إن لم يكن منصفا لا، هذا الاحتجاج يكون ضمن الجدل بغير التي هي أحسن. زين، لاحظوا الرواية، قال صلى الله عليه وآله فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن الله، ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ قالوا لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة، توراة كتاب ضاع، بخت الناصر أتلف كل معالم اليهود ومعالم موسى وعشرات السنين أكثر ضاع التوراة، فهو الذي كان حافظا للتوراة سمعه من العلماء السابقين من أساتذته.
بعدما ذهبت انتهت التوراة ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه، لأنه ابن الله عز وجل والعياذ بالله على رأيهم الباطل ففعل ذلك، ولو لم يكن ابنا لله لم يتمكن من أن يحيي التوراة. شوفوا هذا استدلالهم. فقال رسول الله، هنا الرسول يستفيد من الأولوية ومن دليل الفحوى ويفحمهم ببيان الأولوية. قال: فكيف صار عزير ابن الله دون موسى؟ إذا عزير أحيى التوراة بعد إمامتها، فموسى هو الذي أتى بالتوراة، موسى هو الذي أتى بالمعجزات، هو الذي أنقذ بني إسرائيل من بطش فرعون ومن الأقطاب. فإذن الموسى أولى بالبنوة، بل موسى لازم يكون أشرف من عزير. إذا عزير ابن الله عز وجل، فموسى يجب أن يكون أبا الله عز وجل، أخ الله، لأن الأخ يعني لو تقول هذا فلان أخويا أكثر شرفا له من أن تقول إنه ابني، لأن الابن واحد عنده هيمنة عليه، ولكن الأخ كأنما هو نظيره. إذا قال هذا شيخي وأستاذي، هذا والدي، فعلي احترامه قطعا أكثر. فيجب أن يكون موسى أبا لله، وما تعتقدون بذلك؟ ولئن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة، ظهر أن الله عز وجل أكرمه عندما أحيى التوراة. فلقد كان موسى، نعم، فكيف صار عزير ابن الله دون موسى وهو الذي، يعني موسى، جاء لهم بالتوراة ورؤية منه من المعجزات ما قد علمتم؟ المعجزات المتعددة، أنواع وأصناف البلاء على آل فرعون وغرق فرعون وإنقاذ بني إسرائيل، كل هذه المعجزات معجزات موسى. ولئن كان عزير بن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة، فلقد كان موسى بالبنوة أولى وأحق. ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، يعني بما أن عزير أحيى التوراة فإذن يصبح ابنا لله، فأضعاف هذه الكرامة لموسى. موسى مو أنه أحيى التوراة، أولا أتى بالتوراة، وثانيا تلك المعجزات الكثيرة المشهودة، أنقذ بني إسرائيل وأغرق فرعون والأنواع وأصناف العذاب الذي نزل على آل فرعون، كل هذه كرامات موسى. فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة، لازم يكون أرفع من البنوة، لأنكم، هنا الرسول صلى الله عليه وآله يستند بالسبر والتقسيم، يعني يكون هناك طريقة، فالطريق الأول إذا منتفي ما يبقى إلى الطريق الثاني. شلون؟ لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات الأولاد بوضع آبائهم لهن، يعني هكذا اقتراب الأب بالأم وإنجاب الطفل، هذا الذي تقصدوا بأن عزير ابن الله عز وجل ابن الله، فقد كفرتم بالله، هذا كفر بالله، لأنه هذا يكون من صفات المحدثين، من صفات المخلوقين. الله غني عن العالمين، غني عن الزوجة، غني عن الأولاد، لم يلد ولم يولد. وشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين، مع أنه لم يلد ولم يولد، فوجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه، هذا اللي تقصدوه الشق الأول، وهذا أمر يعني ما يقدرون يثبتوا. قالوا: لسنا نعني هذا. إذن القسم الأول انتفى، فإن هذا كفر كما دللت، مثل ما ذكرت أنت يا رسول الله هذا كفر، لكننا نعني القسم الثاني، ما بقى لهم إلا القسم الثاني، فلازم يقرون به. إذن مو البنوة بنوة ولادة، وإنما البنوة بنوة كرامة، مثل بيت الله، هذا مو بيت الله وإنما تشريف لهذا البيت، أنه نسب لله عز وجل، لكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة،
يعني الشرف الذي يجاوز حد الحد في الكرم، أعلى درجات الكرامة، أعلى درجات الارتفاع. الكريم يعني المرتفع، يمكن ذكرنا مرة الكريم يعني نفسه مرتفع، لذلك يبذل. القرآن الكريم يعني قرآن مرتفع، العرش الكريم يعني عرش مرتفع، أنه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، ماكو ولادة حقيقية، كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه، مرجع تقليد يريد إكرام شخص وإبانته بالمنزلة، يظهر فضل هذا الفرد، أن يبين فضل هذا الفرد. ما الذي يقول من غيره أنه هذا أقرب لي من غيري؟ يا بني، أو إنه ابني، فلان ابني، لا على إثبات ولادته منه، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي. الواحد أجنبي هالكلام واحد يذكر له، وإن لم يكن رحم وإن لم يكن ابن، لا نسب له بينه وبين ذلك الأجنبي. وكذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل، يعني شنو فعل ما فعل؟ يعني سبب أن عزير يجي يتوسط عند كوروش، على ما ذكره بعض المفسرين في القضية في بيان هذه الآية، وينقذ بني إسرائيل ويكتب التوراة مرة أخرى. وقبل كوروش شفاعته عزير في بني إسرائيل. وكذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل، كان قد اتخذه ابنا على الكرامة لا على الولادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهذا ما قلته لكم. إنه هذا يرجع أيضا للأولوية مرة ثانية رسول الله، بعد أن يثبت أنه مو ابن حقيقي، إذن الكرامة، فموسى أحق بالكرامة من عزير، فيجب أن يكون أخا لله أو أبا لله أو شيخا لله والعياذ بالله، يعني على رأيهم، ليفحمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا ما قلته لكم، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون، بما أنه أحيى التوراة، أن يكون عزير ابنه، فإن هذه المنزلة بموسى أولى ببيان الفحوى، وأن الله يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. أنتوا أقررتم بأنه مو ابن من الولادة فافتضحتم، ابن من الكرامة إذن انقطعت حجتكم، ليش في موسى ما تقولون هذا الأمر؟ احنا ذكرنا في البحث السابق أنه يمكن الآن بني إسرائيل ما يكون منهم، يعني من اليهود من يعتقد بأن عزير ابن الله، ولكن كان في تلك الأزمنة، وفي الآية المباركة إشارة، ولم ينفع أحد من اليهود في تلك الأزمنة هذه الآية. إن الله يفضح كل مبطل بإقراره ويغلب عليه حجته، إنما احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكثر مما ذكرته لكم. يعني مو أنه بس موسى يكون ابن، لازم يكون أكثر من ابن، لأنه أفضل من عزير على ما تلتزمون أنتم به بالأولوية، لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه، بين ذلك الأجنبي، يا بني وهذا ابني، لا على طريق الولادة. فقد تجدون أيضا هذا العظيم، نفس العظيم كأنما مرجع تقليد، يقول لأجنبي هذا أخي، يريد يحترمه أكثر، ولآخر هذا شيخي وأبي، ولآخر هذا أخي، ولآخر هذا سيدي، يعظمه، ويا سيدي على سبيل الإكرام. وأن من زاده في الكرامة زاده مثل هذا القول، بعد ما يقول يا بني أو يا بني، وإنما يقول يا أخي يا سيدي يا شيخي. فإذن يجوز عندكم أن يكون موسى على نبينا وآله وعليه السلام أخا لله أو شيخا له أو أبا أو سيدا، لأنه قد زاده في الإكرام ما لعزير، أكرم الله موسى أكثر من عزير. كما أن من زاد رجلا في الإكرام فقول له يا سيدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي على طريق الإكرام، لمن يريد يزيد في الإكرام ما يقول يا بني يا بني، وإنما يقول يا شيخي. وأن من زاده
في الكرامة زادوا في مثل هذا القول. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا لأنه قد زاده الله في الإكرام على من قال له يا شيخي أو يا سيدي أو يا عمي أو يا رئيسي أو يا أميري؟ هذا جائز عندكم؟ زين قولوا عزير ابن الله وموسى أبو الله والعياذ بالله. قال فبهت القوم، احتاروا، شنو يقولون؟ يلتزمون بهذا اللازم الفاسد وما يقدرون، ما يلتزمون بهم محكومين بما ذكروه بأنهم مو إذا كانوا من اللحظة الأولى يقولون أنه ابن بالولادة. زين موسى مو ابن بالولادة فهذا فضل له، بس ابن بالولادة يؤديهم إلى الكفر، يؤديهم إلى أن يجعلوا الله أن يجعلوا لله صفات المحدثين، الله يكون مخلوق محتاج إلى خالق، كما النصارى يقولون أنه بالفعل عيسى ابن لله عز وجل، فهناك بطريقة أخرى يفهمهم رسول الله. فبالنتيجة احتاروا في الجواب. قال فبهت القوم وتحيروا وقالوا يا محمد أجلنا نتفكر فيما قد قلته لنا. يعني هذول ما كانوا جايين حتى يخصمون رسول الله بأية قيمة كانت، بأية صورة، لا ما كان هذا هدفهم. بالفعل كانوا يتصورون أنهم على حق، فجايين يتباحثون مع رسول الله، يجرون رسول الله إلى دينهم إلى شريعتهم إلى طريقتهم. فلذلك لما احتاروا في الجواب ما قاموا بعصبية جاهلية، قالوا خلينا نفكر، يمكن الآن ما يجي في بالنا إجابة لاستدلالاتك، نفكر. لذلك في آخر هذه الرواية نرى أن هذه الأصناف، هذه الطوائف يسلمون على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أصحاب حق، إجوا يتباحثون مع رسول الله، فأفهمهم رسول الله فاستمعوا بقلوب واعية، هذا المهم، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال فبهت القوم وتحيروا وقالوا يا محمد أجلنا نتفكر فيما قد قلته لنا. فقال انظروا فيه، هنا رسول الله أيضا يعطيهم أن الالتفات إلى الحق هكذا يكون، بقلوب معتقدة للإنصاف يهدكم الله. خلوا الإنصاف أمامكم، إذا واحد كان منصف فيستمع وإن كان مخالف لرأيه ولكن يتنازل. يقال أن أحد العلماء حضر إلى بحثه مرجع في زمانه، ما كان معروف هذا العالم بعلمه، فأشكل على المرجع بإشكال في بحثه في درسه، فالمرجع شاف هذا إشكال قوي فأشكل عليه بإشكال ثاني وبإشكال ثالث. في آخر البحث المرجع نزل من المنبر قال أنا وأنتو تلاميذي كلنا لازم نستمع إلى هذا، هذا أعلم مني، هذا اللي لازم يدرس، وين صار الغرور؟ لا يشوف بالفعل هذا أفضل من هذا، أكثر علما من كثير من العلماء السابقين. عندما كان يموت المرجع الأعلى للطائفة كانوا يأتون إليه ويعرضون أصحاب الحل والعقد المرجعية له، أنت تصدى، كان يقول فلان أفضل من. الشيخ الأنصاري رحمه الله كما يذكر في أحواله عندما ذكر له بعد صاحب الجواهر تعال الصد للمرجعية كان قال كان لي قرين في البحث، هذا هواي أفضل مني، قبل 20 سنة 30 سنة، إلا أنه ذهب إلى إيران، ذاك لازم يتصدى لأنه أنا أرى أنه أعلم أفضل مني. فذهبوا إليه وعرضوا عليه المرجع أن الشيخ الأنصاري كبير العلماء يقول أنت الأهل ولك الأهلية في التصدي. قال يمكن أنا لما كنت أباحث الشيخ قبل 30 سنة كنت أفضل من الشيخ، بس أنا هنا أنا ابتعدت واشتغلت بهداية الناس، ابتعدت عن العلوم الحوزوية يعني عن الدراسة في الفقه والأصول وما إلى ذلك، فأنا كثير من المباني ناسيها، الشيخ متواصل خلال هالفترة فهو الأهل وله الأهلية، فرجعوا إلى الشيخ ورضخه الشيخ لضغوطهم وتصدى. المهم إذا واحد كان الإنصاف أمامه في بيته في ارتباطه مع عائلته في ارتباطه مع الناس مع الكل، هذا لا يغش
ولا يتجاوز الحق، ما يكون يتعصب بعصبية الجاهلية. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.